صباح الخير من MTV Alive. صباح الخير بيقول لديس أوغسطينوس أحبب وافعل ما تشاء، لأنه الحب بنقي هالقلب، وبس الإنسان يحب بيبعد عن كل كره عن كل شر، وبيكون مستعد أنه يستقبل بقلبه إله الكون إله الخليقة. بوجه كل حالة كره كل حالة بغض الإنسان بيسأل إنه هل يا ترى أنا بدي أحب اللي بيكرهني، بدي أحب اللي بيبغضني، بدي أحب اللي عم يعمل لي شر. صعب الإنسان إنه يحب كل هالشر ويسامحه، بس إذا اطلع على اللي قاله اللي حب للآخر أو شافه على الصليب قدي كان متسامح، قدي كان متجلي بالمحبة يلي غيرت وجه هالأرض، بعتقد بيلاقي الجواب كافي ووافي. بقلب الحياة بتواجهنا مصاعب كتيرة ومنسأل 100 سؤال، وبيبقى الجواب للي بيحب إنه يسمع الجواب حاضر قدامه بوجوه أكيد الناس اللي بتحبه، بالصلاة يلي بتحميه، وبالعناية الإلهية يلي حاضرة تتمنع أي شر أو أي خطر ممكن يأثر عليه وعلى حياته. صباح المحبة وصباح الأمل وصباح الحياة رغم كل اللي بيصير حولنا. نحن مؤمنين إنه الأيام اللي جاية هي أيام أكيد أحلى من اللي سبقتها. بحلقة السبت مثل عادة الحلقة بتكون منوعة، بيطغى عليها طابع الفقرات الكتيرة. سارة رح بتلاقيكم بكيدز أند فان بيتس، اليوم حلقة مميزة، مش بس رح نحكي عن الحيوانات الأليفة، كمان رح نسمع صوت كتير حلو. بإيت سمارت معلومات غذائية جديدة، ومع مارك رح نحكي بنيتشر عن البذور. جولة على أبرز النشاطات الفنية، رح نحكي عن لمين نوستالجي مع أمين أبياغي، ورح نحكي أكثر عن برنامج مهرجان البستان لهالسنة. منستقبل برايزنج ستار إلي بيطار، والختام رح بيكون بوول أوف فيم، رح نستقبل بشارة عطلة ورنين شعار لنحكي عن فيلم اسمعي لفيليب عرقتنجي، وأكيد نسمع من صوت رنين الحلو بالإضافة للفقرات الباقية والثابتة اللي بتحبوها وتعودتوا عليها. البداية رح بتكون مع أوروسكوب وميرا شبيب.